فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، اخر نص ساعه من حصتنا اليوم نحكي مسرعه تالق جديد للرياضيين التوانسه، تاهل 10 رياضيين بالتمام والكمال الاولمبياد القادم، انجاز تاريخي للمسرعه التونسيه. معنا بالتليفون رئيس الجامعه حسين الخرازي. حسين اهلا بك. السلام اخويا اسلام، مرحبا بالساده مستمعي اذاعه اكسبريس اف ام وشكرا على الاستضافه. اول حاجه مبارك كلكم، مبارك كل رواحنا بالانجاز هذا. يعطيك الصحة، مبروك لتونس نقول، ومبروك للرياضة التونسية، ومبروك للرياضات الفردية، باعتبار أنه معناتها تألق مصارعينا والمصارعات نتاع تونس، معناتها 10 بطاقات تأهل بالتمام والكمال، وهي معناتها في إنجاز تاريخي، باعتبار أنه حسب المعلومات اللي عندي من 1960 معناتها ما فماش رياضة فردية بالعدد هذا. احنا في لندرا كان اكبر عدد وقت 8 متأهلين، اليوم الحمد لله بعد تعب كبير ومجهود معناتها نتاع المصارعين والمصارعات والاطار الفني واداره فنيه ومكتب جامعي، معناتها الحمد لله ربي اكرمنا، وهذا الهدف الكبير الاساسي، انه معناتها سعينا باش يعني نجلبوا الدوره هذه لتونس بعد ما تعذر على الشقيقه المغرب وعدم سماح السلطات المغربيه لاجراء هذه الدوره بسبب الكورونا في ظرف قياسي قرابه يعني اسبوعين، كان تنظيمها في مستوى الحدث على يعني اشاده عالميه من طرف رئيس الاتحاد الدولي كان موجود والضيوف تونس الكل، والحمد لله يعني نجاح التنظيم زاد نجاح يعني النتائج، يعني الحمد لله ان شاء الله فهمتني يشرفونا. اعطينا فكره، اعطينا فكره سي حسين على الرياضيين المتاهلين. يعني في المصارعه الرومانيه بعد ما غابت على دوره ريو 2016 نرجعوا فهمتني باربع بطاقات ترشح عن طريق سليمان نصر، امجد معافي، هيكل عاشوري، وامين قنيشي. في اليوم الثاني المصارعه النسائيه القيدومة والبطلة الأولمبية مروة العامري تأكد الجدارة الإفريقية متاحة، سارة حامدي، سوار بوستة، وزينب الصغير. في اليوم الأخير اليوم الثالث في المصارعة الحرة هيثم الدخلاوي ومحمد السعداوي. باهي، شنو هي حظوظنا إن شاء الله؟ ديما نحن نطمعوا فيما خير في الأولمبياد، احنا نستناو ميدالية إن شاء الله. ظهر لي الأولمبياد اللي فات كانت تألق المروة العامري، كانت ميدالية أولمبية، شنو نستناو في الأولمبياد؟ إن شاء الله المروة عامري تبدأ في الفورمة في جاهزية نتاعها، لأن هذيك هي الفالور سور معناتها، في احنا نقولوا بإذن الله معناتها أولادنا وبناتنا باش يشرفوا ويقدموا رغم قصر مدة التحضيرات. وما تعرفوا الظروف توا نتاع الكورونا في العالم، يعني اكثر تحضيرات تكون في تونس، لكن احنا نقولوا فهمتني معناتها ان شاء الله فهمتني يشرفونا، وليما لا البوديوم معناتها مروه، وعلاش ليه ما تصيرش مفاجاه كما صارت في 2016، يعني فهمتني كل شيء وارد يعني في المصارعه ان شاء الله. التحضيرات كيفاش باش تكون ان شاء الله؟ والله مازلنا ما توا يعني قلت لك الاشكال، توا احنا جينا شهر رمضان، معناتها من المستحسن لأن صورة تصير تحضيرات خارج تونس، تعرف شهر رمضان معناتها يقلق برشا الرياضيين على مستوى على جميع المستويات، باش يكونوا معناتها برمجة تربصات ودورات فهمتني خارج تونس، لكن الإشكال زاد وكون العالم معناتها الكل وخاصة أوروبا تشهد يعني هي بيدها يعني موجة ثالثة من جائحة الكورونا، وفما برشا بلدان يعني مسكرين، وفما برشا يعني اشكال في الناحيه هذه، نحكي مع رئيس الاتحاد الدولي ومع عده يعني مسؤولين معناتها زاروا تونس، يعني بالحق فما مشكل. دو توت فاسون فهمتي معناتها كو باش يكون التحضير في تونس ولا برا، يعني ان شاء الله احنا باش نوفروا لهم كل ما يلزم من ظروف النجاح، وما نش نبخلوا على المصارعين نتاعنا وعلى المصارعات نتاعنا وعلى ابطالنا، وان شاء الله زاد سلطه الاشراف يعني ترصد ميزانيه محترمه. جوستومون هذا سؤالي، هذا سؤالي. يعني معناتها بلاش فلوس وبلاش يعني ميزانيه نتاع تحضيرات 10، انت ما احنا توا سلطه الاشراف في البودجي المرصود 190 مليون، 190 مليون كي تقسمها انت على 10 معناتها 19 مليون، معناتها 3 فوريان نتاع ستاج واحد زي ولا دو ستاج، فهمتني؟ معناتها كان معناتها نحبوا نعملوا اكسبلوا اخر في طوكيو، مازالوا 3 اشهر
يلزم معناتها اعتماد يعني ميزانيه محترمه. بعد اي سي حسين، بعد الرقم هذا ما شاء الله الكبير اللي تاهلتوا به، تنجموا تحكيوا معاهم من اجل مراجعه الميزانيه سي وزاره الاشراف واللجنه الاولمبيه؟ ما نعرفش كيفاش تصير. والله الساده الوزيره البارح مشكوره زارتنا يعني للقاعه نتاع الحمامات، وواكبت معناتها الادوار النهائيه، وحضرت على مراسم تتويج ابطالنا وتحدثت معها وهي متفهمه معناتها، وشافت معناتها الجرينتا والقلايب نتاع اولادنا وبالتحضيرات وين ينجموا يوصلوا. هي بيدا معناتها السيده الوزيره معناتها مقتنعه وكونه فما وعود ان شاء الله، فما وعود. اما توا احنا باش نقدموا برنامج معناتها يعني متكامل لسلطه الاشراف، فيه معناتها برنامج التحضيرات، فيه الميزانيه المقترحه، وان شاء الله الاستجابه تكون في مستوى يعني قداش طالبين سي حسين؟ قداش طالبين؟ والله ما نكذبش عليك، مازلنا ما قعدناش احنا تو. السيد احمد خضر المدير الفني احنا البارح كملنا ان شاء الله، فهمت نهارين هذوما نقعدوا ونبعثوا البرنامج نتاعنا لسلطه الاشراف، ومتاكد انا معناتها السيده الوزيره باش تكون يعني ان شاء الله دعم اولادنا وبناتنا، لانه معناتها هذه الدوره الاولمبيه تصير مره في الاربع سنين، وكما صارت يعني نتائج باهيه نقولوا في ريو، كسوا الالعاب الفرديه الرياضات الفرديه ولا المصارعه، ان شاء الله فهمتي معناتها لما لا زاد يكون التتويج مره اخرى عن طريق مروه العامري وايناس بوبكري والعدة الرياضيين التوانسه ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه، شكرا لك سي حسين الخرازي رئيس الجامعه التونسيه للمصارعه، بالتوفيق ان شاء الله لاولادنا تبارك الله ما شاء الله 10 رياضيين كاملين، بعثه كبيره باش تكون ان شاء الله في الاولمبياد القادم، بالتوفيق ان شاء الله نشوفوا رياضيين على البوديوم. فاصل بعد شويه باش نشوفوا مخرجات اجتماع الجامعه التونسيه مع رؤساء الانديه بخصوص موضوع الرهانه الرياضيه، شبه تلاعب بنتائج مقابله الجي اس كا واتحاد بن غردان مراد القداح، بريزيدون تاع الجي اس كا باش يكون معنا.